طب ما نشوف مين اللي عامل الفلاتات دي. كابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين في NBA. كابتن امام اهلا بيك. استاذ ابراهيم، بحيي حضرتك وبسلم على حضرتك، وحشني كتير، ربنا يخليك يا وبسلم على كابتن. الاستاذ طارق الازهر طبعا. ربنا يخليك جميعا. انت الحقيقه عامل قطاع يستحق الاشاده، لكن خلينا على وجه الخصوص نقف عند صلاح محسن. تمام. هو عندكم من مدرسه الكوره مش كده؟ هو التحق بالنادي موسم 2007. كان عنده 9 سنوات. جالنا في اختبارات، كان متولي قياده قطاع البراعم كابتن محمد اسماعيل اللي بيشغل حاليا منصب المدرب العام في الفريق الاول. والحقيقه كانت موهبته ملحوظه قوي يا كابتن ابراهيم. الخفه والمهاره والمراوغه، وعنده كمان في العاب الهواء الثبات في الهواء وتوجيه حاجات كانت في سن صغيره تعتبر خارقه. واحنا كنا عاملين له زي رؤيه كده انه في الاحتياجات المستقبليه محتاج يشتغل على القوه العظمى عشان برضو عضلاته تكبر شويه، لانه جسمه محتاج تقويات دايما. فكنت بتطلب الجزء ده عشان توصل بيه للمستوى اللي انت بتعمله. لكن هو كان مشروع باين قوي ان هو يبقى مهاجم مصر الاول ان شاء الله، وده انا بتوقعه وببارك للنادي الاهلي طبعا على ضمه. تمام كابتن امام. الصفقه طبعا شهدت كتير من الشد والجذب والمزايدات، لكن الحقيقه الشيء اللي كان واضح جدا انه صلاح عنده رغبه ثابته وواضحه، وانا عارف تفاصيل الاغراءات اللي تعرض لها والضغوط، وما تغيرش ابدا في رغبته. تكوينه الشخصي ايه؟ انت قربت منه كتير وانت اللي مربيه طبعا. هو الضغوط مش اتعرض عليها صلاح بس، ده اتعرضنا احنا كمان ليها. انتوا كمان. لكن خلينا اتفق معاك يا استاذ ابراهيم. ان الولد كان حاسم الموضوع ده من صغره. وكان دايما بيقول ان شاء الله هبقى امتداد لعماد متعب والعظام اللي لعبوا في مركز راس الحربة. وكنت انا دايما بشجعه على كده، لازم تعمل اقصى جهد ليك طالما عايز تلحق بالنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيحتويش غير النجوم العظام، معنى انك تلعب في الاهلي يعني بقيت لعيب دولي. النادي الاهلي بيدي شخصيه للاعيبته. النادي الاهلي ليه هيبه حتى في مظهر اللاعبين وتواجدهم داخل المستطيل. انت محتاج في المنتاليتي والعقليه دي عقليه النادي الاهلي. صحيح احنا بنعاني في الجزء ده لان احنا نادي بدون جماهير. لكن برضه بيشرفنا لانك انت لما بتقدم لعيب للنادي الاهلي اكنك قدمته لمصر، لان احنا فاهمين قوي قيمه النادي الاهلي في توظيف اللعيبه واعطائها الشخصيه. وهو مش للنادي الاهلي، هو لمصر كلها طبعا. ان شاء الله. طبعا طبعا. السمات الشخصيه بتاعته واضح ان عنده ثبات وعنده شخصيه في الملعب. عنده شخصيه قويه جدا يا كابتن. النهارده لو نزلته الجول بتاعه هو يا كابتن امام اللي جابه الموسم الماضي. الدكتور طارق يعني تذكر الهدف بتاعه في الاهلي الموسم الماضي. جاب جولين اللي جابهم في الاهلي السنه اللي فاتت. هقول لك معلومه لطيفه يا استاذ ابراهيم. ما تزعلش مننا، احنا اهلاويه وانت اهلاوي كبير. صلاح محسن مسجل في النادي الاهلي في قطاع الناشئين 29 هدف. ده بيحب الاهلي قوي. وكمل هدفين و30 وال31 في الدور الثاني السنه اللي فاتت. الدور الاول السنه واللعبه اللي كانت كره عرضيه السنه دي، وعمل باطن رجله في المباراه اللي خسرها ام دي 1-4. فصلاح اذا اتكلمنا على الاجوان هو كان موفق جدا قدام النادي الاهلي. لا كون ان هو كون ان هو واضح ان هو اهلاوي قوي ويسجل كتير جدا في الاهلي، دي شخصية نقية نظيفة جدا يعني بيلعب لفرقته ضد أي مشاعر. السنة اللي فاتت يا أستاذ إبراهيم هو المفروض بيلعب فريق أول ما بينزلش يلعب ناشئين. إحنا عندنا تارجت اللعيب اللي بيطلع يلعب دوري ممتاز لو شارك 5 دقايق ما يرجعش يلعب ناشئين تاني. فالسنة اللي فاتت كان عندنا مباراة حاسمة وفاصلة مع النادي الأهلي مواليد 98. والنادي الأهلي في السن ده عنده لعيبة برضه عظام، أحمد حمدي ومجموعة من اللعيبة المميزة. اتحايل علينا مش عايز اقول لك لدرجه البكاء انه ينزل يشارك في المباراه دي، عشان انا فاهم دماغه. هو مش مساله انه يكسب ابني بقدر من انه يلفت انذار مسؤولي النادي الاهلي. وفعلا كسبنا الاهلي 2-1. وخدنا بطوله القطاعات في المرحله السنيه دي. ودي كانت اخر مباراه شارك فيها صلاح عندنا في الشباب. فهي واضح ان هو مهتم بالنادي الاهلي، محب للنادي الاهلي. لا واضح، انا عارف تفاصيل. اتعرض لحاجات كبيره قوي. لا واحنا اتعاملنا بشفافيه لما لقينا ثبات عنده في الموضوع.
احنا علاقتنا بالنادي الاهلي متميزه قوي يا صبري، مش صحيح صحيح حضرتك. لا لا صحيح صحيح، انتوا تستحقوا التقدير يعني الحقيقه. لازم ندي النادي الاهلي قيمته عندنا لاسباب كثيره جدا. نشاه انبي وتاريخها العالي في الفريق الاول، نادي انبي مسكه حتى الان 11 مدرب منهم 9 من النادي الاهلي. احنا ابتدينا بمجدي عبد الغني وصفت ومختار وانور سلامه وحسام البدري ورمضان السيد ومحمد عامر، فكل القيادات والكفاءات البشريه اللي تمثلت في الفنيين في النادي الاهلي اثروا العمل، وكان اكبرهم طبعا علاء عبد الصادق لازم احييه تحيه خاصه. اداروا الكرة في انبي فتره هايله. لا احنا اتعلمنا من علاء حاجات كتير جدا. علاء اضاف لنادي انبي هيبه وقيمه، وحصلنا على بطولتين الكاس في وجود الكابتن علاء. أيوه. بشكره وبحييه من منبر حضرتك ده. أيوه. فاللي اتعلم من الاهلي يا كابتن ابراهيم ما تقلقش عليه. طيب قول لي، صلاح كان عنده عروض اوروبيه مش كده؟ كان عنده عروض من النمسا ومن تشيك، وكان جالنا في الماتشين الاخرانيين مسؤول من بروسيا دورتموند لمتابعته من خلال وكاله. حتى صلاح تاثر بالموضوع ده، ولما عرم يمكن كان اداؤه فاتر، لان هو كان حاسم الموضوع، واحنا لما اتكلمنا حتى مع مسؤول النادي ومدير الكوره واللجنه الفنيه واداره النادي قلنا لهم مش عايزين نغالي كتير ونبالغ كتير، الولد حاسم الموضوع واحنا ما يضرناش حاجه، ولو راح النادي الاهلي او راح اوروبا مش هيفرق، لكن انك انت تدي لعيب للنادي الاهلي يمثل قيمه لمصر في المستقبل، نادي انبي هيفضل يذكر فيه. صحيح صحيح. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا لينا كلنا بغض النظر عن المنافسه، لكن ده راح نادي عظيم ونادي كبير، كلنا كنا بنتمنى نمر جنب السور بتاعه بس مش اكتر من كده. كابتن انتوا تستحقوا كل التقدير، ودايما موفق في شغلك المتميز الحقيقه يا كابتن امام. اشكرك وتحياتي لطارق بيه، ودايما موفق يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا للكابتن امام محمدين مدير قطاع الناشئين في نادي انبي.